يؤمنوا الفيتناميون بالحياة الأخرى بعد الموت. هاي، السلام عليكم، كيف حالكم؟ أنا ليلى، أنا من فيتنام وأتحدث لغة عربية فصحى. لقد سألني أصدقائي العرب نفس السؤال كثير مرات. ليلى، ما هو دينكم؟ ما هي الديانة الرئيسية في فيتنام؟ وهل معظم الفيتناميين غير متدينين؟ أعرف أن موضوع الدين مهم جدا بالنسبة لكم، فأيضا أفكر كثيرا لإجابة على هذا السؤال، ولكن حقيقة الإجابة ليس سهلة، إنه موضوع مؤقت بعد شيء. وماذا سوف أقدمه في هذا الفيديو هو فقط وجهة نظري من خلال معرفتي ومشاهداتي في فيتنام. أرجوكم أن تستمعوا إلى هذه المعلومات بأكون منفتحة، فلا أريد التعليقات مثل هذا هو دين خاطئ، هذا دين الصح، إنكم جاهلون، لا تتبعون دين صحيح، فلا أريد التعليقات مثل هذه. أوكي، إذا بحثتم عن موضوع على جوجل أو ويكيبيديا سوف تجدون على الإجابة أن معظم الفيتناميين لا يتبعون أي دين محدود. أو إذا سألتم أي واحد في الشوارع أن ما هو دينكم، قد يجيبون عليكم أن أنا لا أتبع أي دين، ليس لدي دين. وأيضا حتى أوراقنا الشخصية أيضا مكتوب عليها أن أديانا لا توجد. ولكن حينما تأتون إلى فيتنام سوف تجدون أن معظم الفيتناميين يذهبون إلى معابد بوذية في المناسبات لصلاة أو لطلب الأمنيات عندما يرغبون في أي شيء في حياتهم. فما معنى هذا الشيء؟ لماذا لا يتبعون البوذية ولكن يذهبون إلى معابد بوذية في المناسبات؟ كما قلت من بداية الموضوع ليس سهل، الموضوع مؤقت بعد شيء. أولا، يتبع معظم الفيتناميين المعتقدات الشعبية، فهي عبادة الأسلاف. كانت عبادة الأسلاف موجودة منذ فترة طويلة جدا جدا، من المستحيل أن نحدد أن منذ متى وجدت. جاءت عبادة الأسلاف من فكرة أن عندما يموت أحباؤنا فأرواحهم لا تزال موجودة في مكان ما لمراقبتنا، لمشاهدتنا، فلمساعدتنا. فلذلك عبادة الأسلاف هي طريقة وسيلة لتذكر ولإثبات لهم أننا لم ننسهم، وحتى أنهم لم يعودوا على قيد الحياة. ويأتي هذا من وجهة النظر احترام للأسلاف، احترام للأجداد، فهذه وجهة نظر يعني متميزة جدا في الثقافة الشرقية بشكل عام. ولكن حقيقة لا تعتبر عبادة الأسلاف دينا، بل فقط مجرد عقيدة أو عادات. فلذلك سوف تجدون في فيتنام بعض الأشخاص الذين يتبعون أديان مختلفة مثل البوذية أو المسيحية، فهم يقومون بعبادة الأسلاف بتوازي مع ممارستهم للدين، لأن بالنسبة لهم لا يعتقدون أن هذين الأمرين متعارضين مع بعضهما البعض. ثم دخلت البوذية فيتنام في وقت مبكر جدا، في حوالي بداية تاريخ ميلادي، ثم ازدحرت بسرعة جدا في فيتنام، حينما جعل العديد من سلالات الملوك الفيتناميين البوذية الديانة الرئيسية في فيتنام. والأفكار الرئيسية للبوذية هي حب للسلام وتعزيز الصبر والتركيز على تنمية الشخصية الداخلية، وهذه الأفكار كانت مناسبة جدا للشخصية الفيتنامية وكذلك خصائص المجتمع الفيتنامي في ذلك الوقت. لأن كما تعرفون كانت فيتنام منذ بدايتها وحتى الآن تعرضت من كثير من الهجمات والحروب مع الدول الكبيرة، فلذلك كان يحب الفيتناميون كثيرا السلام والصبر والقوة الداخلية، وكان هو السبب لماذا اندماجت البوذية بسرعة جدا مع الثقافة والمجتمع الفيتنامي، فأصبحت جزءا من الثقافة الفيتنامية. وحتى الآن بعد أكثر من 2000 سنة من دخولها واندماجها في الثقافة والمجتمع الفيتنامي، مع أن الآن معظم الفيتناميين لا يمارسون البوذية 100%، وحتى لا يعتبرون أنفسهم بوذيين 100%، ولكن لم تزال البوذية تؤثر كثيرا على أفكارنا وتصرفنا. ولذلك لماذا سوف تجدون الفيتناميين يذهبون إلى المعابد بوذية لصلاة أو لطلب أمنيات في المناسبات؟
مع أنهم لا يعتبرون أنفسهم البوذيين الكاملين. ثم في القرن العاشر أو الحادي عشر تم إدخال الإسلام في فيتنام من خلال المبشرين العرب والمالازيين، ولكن لا أدري لماذا لم ينتشر الإسلام انتشارا واسعا في فيتنام بل فقط يعني في مجموعة أقلية في جنوب فيتنام. عن هذا الموضوع إن شاء الله سوف أصنع فيديو خاص لأتكلم عن الإسلام وكذلك المسلمين في فيتنام في فيديو آخر إن شاء الله. ثم في حوالي القرن السادس عشر دخلت المسيحية إلى فيتنام وأيضا تطورت بسرعة جدا، وحتى الآن تعتبر المسيحية ثاني أكبر الدين في فيتنام بعد البوذية. وبعد ذلك في القرن العشرين ظهرت الأديان الأخرى إلى فيتنام، ولذلك حتى الآن تعتبر فيتنام دولة متعددة الأديان. فالحمد لله أن كل هذه الأديان تعيش بحرية وفي سلام مع بعضها البعض، فلا توجد عنصرية بين الأديان. مع ذلك لمنع بعض المنظمات الأجنبية الاستفادة من أنشطة الترويج الديني في فيتنام لتنظيم بعض الأنشطة المنحدة للحكومة، فلذلك أنشطة نشر الأديان في فيتنام يخضع لرقابة صارمة من الحكومة، فيتطلب إذنا من الحكومة. ولكن ما هي المفاهيم الدينية الرئيسية في فيتنام التي قد جاءت من الاعتقادات الشعبية أو من البوذية؟ فهذه المفاهيم الدينية تؤثر كثيرا على طريقة تفكيرنا ورد فعلنا على الأمور في الحياة. فإذا كنتم تفهمون هذه المفاهيم سوف تفهمون الفيتناميين جيدا جدا. أوكي، سوف أخبركم ببعض المفاهيم الدينية الرئيسية بالنسبة للفيتناميين. أولا، يؤمن الفيتناميون أن كل شيء مكتوب. نعم تماما، كما يؤمن المسلمون بالمصير الذي كتبه الله، يعتقد الفيتناميون أيضا أن حياتنا كل شيء مكتوبة، الفشل أو النجاح كل شيء مكتوب بالفعل، وحتى ماذا نمر به ومن نقابله كل شيء مكتوب وجاهز. ثانيا، يؤمن الفيتناميون بقانون السبب والنتيجة، يعني حينما تفعلون أي شيء سوف تحصلون على النتيجة المقابلة. يعني مثل إذا زرعتم شجرة تفاح فسوف تحصدون تفاح، إذا زرعتم شجرة ليمون فسوف تحصدون ليمون، فإذا فعلتم الشر سوف تحصلون على العقوبات. العقوبات أو النتائج سوف تأتي إما مبكرة أو إما متأخرا، ولكن سوف تأتي إليكم بالتأكيد. فلذلك يفكر الفيتناميون دائما بعقوبات أو بنتائج قبل يفعلون أي شيء لأنهم يخافون من العقوبات. ثالثا، يؤمن الفيتناميون بالحياة الأخرى بعد الموت. يعتقد الفيتناميون أن هناك حياة أخرى بعد الموت، مثلا حينما تموتون سوف تعودون إلى الحياة مرة أخرى بأشكال أخرى، فطبعا لا تتذكرون بما حدث معكم في الحياة السابقة. فلذلك بالنسبة لزوجين يحبان بعضهما البعض كثيرا، فسوف تقول الزوجة لزوجها مثلا إذا كان هناك حياة أخرى فما زلت أريد أن أكون زوجتك. رابعا، يؤمن الفيتناميون بآلهة وأشبه. مثلا يؤمن الفيتناميون أن هناك إله للأرض هناك إله للنهر وهناك إله حتى شجرة، ولذلك حينما نشتري بيت جديد أو ننتقل إلى بيت جديد فعادة سوف نقوم بطقوس لتحية على آلهة الأرض حتى نعيش في البيت الجديد. لا توجد أي مشكلة، لا توجد حوادث في البيت، لا حوادث مثل حريق أو كهربائي أو أي شيء. فأيضا نؤمن أن هناك أشبح، هناك أرواح شريرة يمكن تؤذينا. أعتقد أن جاءت هذه الأفكار من الحياة الزراعية القديمة. طبعا تعرفون أن فيتنام كانت دولة زراعية وحتى الآن دولة زراعية، فكان معظم الفيتناميين مزارعين، فكانت حياتهم تعتمدون كثيرا على الطبيعة من مياه وأرواح
الشمس، فلذلك كانوا يشعرون بالضعف أمام الطبيعة، أمام الطبيعة، وتخافون من القوة الطبيعة. فهذا سبب لماذا كانوا يصلون على الطبيعة. خامسا، يؤمن الفيتناميون أن هناك أيام طيبة وأيام سيئة، وهناك ساعات طيبة وساعات سيئة. فلذلك قبل أن يقوموا بأي شيء مهم مثل الانتقال إلى بيت جديد أو الزواج أو افتتاح شركة مثلا، فعادة يذهبون إلى أستاذ كبير سن فلديه خبرة في اختيار أيام طيبة، حتى يختار لهم أيام طيبة وساعات طيبة ليقوموا بأشياء مهم. يتمنون أن لا توجد مشاكل سيئة تحدث لهم، فكل شيء سوف يمر بسلامة بسلاسة. فأعتقد أن هذه فكرة أيضا جاءت من الحياة الزراعية السابقة، يعني يعتمدون على الطبيعة فيخافون من أي شيء يحدث مفاجئ. طبعا في المجتمع الفيتنامي الحديث الآن ليس جميع الفيتناميين يؤمنون في بهذه الاعتقادات، مثل أن لا أفكر كثيرا بأيام طيبة أو أيام سيئة، فقد أفكر أن إنما أفعل الخير سوف أحصل على الخير فقط هذا. ولكن إذا كنتم تفهمون هذه الاعتقادات فسوف تفهمون أفكار الفيتناميين جيدا جدا، حتى تتعاملوا معه بسهولة. فأرجوكم أن تستمعوا إلى هذا الفيديو بعقول منفتحة، فلا توجد التقييم أو الأفكار غير جيدة عن الفيتناميين، لأن هذه فقط المعلومات حتى تفهموا الفيتناميين أكثر. فإن شاء الله في فيديوهات أخرى سوف أقدم لكم أكثر عن الثقافة الفيتنامية، فأيضا الدولة الفيتنامية الجميلة. شكرا جزيلا على المشاهدة، فإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. Shukran wa ma'asalama. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Love you.